الجانب اللي يخص نادي الاتحاد هي بداية موفقة، انه انتهى الشوط الاول 3-0 والشوط الثاني ما تسجلت فيه اهداف احداهما، يا يعني انه يعني تقديرا من الفريق الاتحادي. راح بعض اللاعبين احتمال كبير جدا واعطى فرصه للاعبين الاخرين. احتمال انه تعرف انه هو كانت المباراه تكون في لبنان، فطلب الاتحاد فنوع من التقدير لهذا الموقف، او انه عندك الجو جدا كان يعني رطوبه عاليه جدا، فربما كل الفريقين كانوا في، طبعا ما شفت في الشوط الثاني بس الشوط الاول كان كله اتحادي بمعنى الكلمه، وكان عامر عبد الله عامر متالق، عامر عبد الله فوارق فنيه كبيره، ايه فوارق فنيه. لما تيجي تتكلم لي على، ترى معلوماتك ابو تركي ترى ما هي صحيحه، الوحيد اللي موجود من الشباب او من يعني البيئه الاتحاديه اللي هو سعود عبد الحميد فلات، كلهم كلهم أيوة. كلهم دولة جايين من برا، ها الثلاثين يقصدوا، لا انا هنا اللي موجود عندي هنا الفريق الاتحادي بحسب الاحصائيات والارقام هو الفريق الوحيد في المملكه اللي صعد لاعبين. إذا هذه المعلومة مو صحيحة أنا، إذا أنا أنت تتكلم لا أنا زيد المولد، هو يقصد زيد المولد، هذول كلهم من العام الماضي ومن أول العام ما عدا سعود، من الاتحاد سعود، سعود هو الوحيد. إذا تتكلم على هذه القائمة، إذا في قائمة أخرى هذا شيء ثاني، هذا جانب. الجانب اللي لابد إنه يعني في كانت انتقادات كثيرة على السيرة، ممكن إنك أنت من حقك إنك أنت تقول رأيك وتنتقده، وأنا فعلا ممكن أجي في يوم من الأيام أنتقده، ولكن هو حط اختياراته. الآن هو المسؤول، هو اللي يتحمل المسؤولية. الإدارة كنت أتوقع إن هي لها دور في إنها يعني علشان جانب مادي، ما عندها الجانب المادي اللي يعني يدعم طلبات هذا، إلا فهمته لا هي كانت موفرة له كل الإمكانيات المادية. إذن الآن نترك الكرة في مرمى سيرة ونشوف إيش اللي عامل، حتى